مساكنهم. وطبعا هذا لم يذكر كثيرا في الإعلام. حررنا سنجار والرمادي وسنجار وغيرها من الأماكن الأخرى، وأقمنا مخيمات للتدريب، وأعدنا بناء البنية التحتية هناك، والحملة العسكرية ضد داعش تتوسع يوما بعد يوم. ولكن هذا لا يكفي فقط بأن نعتمد على الجهود العسكرية، يجب أن نضمن بأنهم لن يعودوا هناك، لن يعودوا إلى تلك الأماكن. ولهذا فإن الجهود التي نلاحقها مهمة جدا، وهي تدمير اقتصادهم. خلال الأشهر الأخيرة تعلمنا كثيرا عن موارد داعش، والتي سمحت لنا بأن نكون استراتيجيين أكثر في ضربهم، في ضرب المنشآت النفطية التي يعتمدون عليها، والصهاريج ومراكز التي يجمعون فيها الأموال، وطبعا إنقاص الإمدادات المالية والتمويل لداعش، فهذا لن يجعلهم جاذبين لمقاتلين الأجانب. ولقد رأينا النتائج، ونحن نرى هذه النتائج وتداعياتها. فقدوا حوالي 50% من سيولتهم النقدية، وليس لديهم الفكرة أو ليس لديهم القدرة الآن على توسيع نشاطاتهم. وأيضا هناك الأمر الثالث، وهو تقليص عدد المقاتلين الأجانب، وذلك بتشديد الرقابة على المطارات، والعدد أقل من الناس الآن يدخلون إلى سوريا والعراق، وطبعا ذلك بسبب نقص التمويل وبسبب التقييد. ونعلم أيضا بأن العديد من أولئك المقاتلين يريدون أن يخرجوا. ومع أيضا مع الدول العربية نحاول أن نواجه الدعاية والإعلام الذي يستعمله داعش، وذلك بتزييفه للأفكار الإسلامية. وطبعا وحتى في أمريكا هناك أشخاص اعتنقوا أفكارهم ويحاولون شن هجمات يقوم بها أفراد معينون. لذلك نحاول أن نهاجم هذه الدعاية التي تستغل العقول، ونحاول أن نضع في الإعلام الأشخاص الذين يواجهون إعلام داعش. وهناك مركز فتحناه في أبو ظبي، وهناك مركز فتحناه مع السعوديين، وسيبدأونه وسنعمل معهم، والماليزيون أيضا يقومون بالأمر ذاته. حتى أولئك الذين يتحدثون بسلطة، ويكون هناك علماء يتحدثون بأسلوب وبلغة، وطبعا كل دولة يمكن أن تحدث الفارق ستستطيع أن تحدث الناس بلغاتهم التي يفهمونها. التحالف الدولي أيضا يركز على تقديم المساعدات الإنسانية للملايين الذين يعانون بسبب داعش وبسبب طبعا النزاع في سوريا والعراق. المنطقة كلها ترد على هذه التحديات يا أصدقائي، وهذا مهم جدا، لأن الحاجة هناك مستعجلة، كما قال رئيس الوزراء النرويجي هنا، وهناك مشاركات من كل العالم، وكان هناك الاجتماع في لندن وقدمنا الملايين من الدولارات، وتركيا أيضا تقدم المساعدات للملايين من السوريين، الأردن أيضا يقدم المساعدات، وفي أوروبا أيضا أنتم تعلمون أفضل من الجميع عن تداعيات هذه الأزمة، والتي طبعا تؤثر على السياسة هنا وعلى النسيج الاجتماعي الأوروبي. تحديات غير مسبوقة، ولكن بالصمود فإننا فخورون بأن أوروبا قد تواجه هذه التحديات بكل شرف. المستشارة ميركل وغيرها من القياديين الآخرين أظهروا شجاعة كبيرة. هناك زعماء كثيرون تكلمت معهم وقالوا لي بأننا نواجه مصاعب كثيرة، ولكن أقول بأنه من خلال ما يحدث فإن المجتمعات التي تحتضن أولئك الذين يهربون من العنف ويحاربون العنصرية في المجتمع ويرحبون بأولئك. أنا أعلم بأنه من الصعب أن نطبق مبادئنا، ولكن نقوم بأفضل الأشياء، لأن أفضل الأشياء تجمعنا هنا في ميونخ، وهو التزامنا بتلك المبادئ، وهي في الأخير التي طبعا تحدد الحياة ومعنى الحياة بالنسبة لنا جميعا. في الولايات المتحدة نحن ندرك كل الأزمات الإنسانية، لأننا نستقبل على شواطئنا دائما لاجئين، وعلينا التزام أخلاقي بأن نقف مع شركائنا
وندعم حملة المساعدة الإنسانية، ولهذا فإنني تمكنت من قولي بأننا سنقدم 900 مليون دولار في لندن زيادة على 4 مليارات دولار للاجئين الإنسانيين، مما يجعلنا أكبر مانحين، وخاصة طبعا فيما يخص أزمة اللاجئين السوريين، بتقديم المساعدة الطبية والتعليم والمساعدة في استحداث الوظائف. وأعتقد بأن هذه أهم ما يحفزنا ما حفزنا للذهاب إلى فيينا مرتين، وذلك مع أصدقائنا هنا فريدريكا والآخرين. كلنا كنا نشترك في الإدراك بأن كتابة الشيكات هذا لا يحل المشكلة. لا نستطيع فقط أن نكتب شيكات ونقدم الأموال فقط. لا يمكن أن نتحدث عن شنغن، هل ماتت اتفاقية شنغن أم أنها لا تزال حية. الطريقة الوحيدة أمامنا هي بأن نقدم الحل السياسي ونسرع بتطبيق الحل السياسي، لأن الجميع متفق بأنه لو أن هناك طرفا سيصعد العنف فإن الآخر سيقوم بذلك أيضا. المشاكل بين إيران وبين الشيعة وبين السنة، بين السعودية وتركيا وقطر، طبعا كل تلك الدول يمكن أن تقوم بدورها، ولكن دولة واحدة ربما، وطبعا حتى نجمع الجميع يجب أن نتفق كلنا هنا على الوصول إلى حل سياسي. إذن الحرب في سوريا امتدت على لأكثر من 5 سنوات، وأنا أقول بأنه حتى مع النجاح الذي حققناه على الطاولة فهذا لا يظهر الإشارة التي نحن نرغب فيها، ولهذا فإننا نركز كثيرا على هذا الفخ السياسي. لو أن المجتمع الدولي والسوريين ضيعوا هذه الفرصة الموجودة أمامنا لتحقيق الحل السياسي، فإن العنف وإراقة الدماء والتعذيب وصور النساء والأطفال والتفجيرات وغيرها كلها ستتواصل، وكل الحديث الذي نعقده هنا وعقدناه طبعا اليوم لن يكون ذا معنى، بل سيعني فقط بأنه ستكون هناك إحباط من الشعوب التي تتطلع إلى قيامنا بشيء لحل هذه الأزمة. الدعوات إلى الجهاد ستتزايد، ولهذا فإن المبادرات الدبلوماسية التي أطلقناها العام الماضي مهمة جدا. الأعداء أو الأعضاء الـ21 الموجودون هناك أطراف شاركت في الطاولة مثل الإيران والسعودية حتى نرى في كيفية التقدم إلى الأمام، وهم اتفقوا على مبادئ محددة وظهرت في قرار مجلس الأمن، وتلك المبادئ تعكس الصورة التي ينبغي أن تكون عليها سوريا، وهي سوريا عادلة وموحدة وغير طائفية، والتي نود جميعا أن تتحقق. والجميع والأغلبية يعرفون بأن هذا لن يتحقق مع وجود نظام الأسد على الرئاسة. لا يمكن أن نوقف الحرب بهذه الطريقة. بالأمس اجتمعنا مع العديد وتحدثنا عن قرار مجلس الأمن أو قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالشأن السوري، وقلنا بأن تطبيقها يجب أن يحدث اليوم أو غدا. وطبعا صباح الجمعة اتفقنا بأن تقديم المساعدات الإنسانية المتواصل سيبدأ في نهاية الأسبوع هذا، طبعا للمناطق المحاصرة أكثر والتي تعاني أكثر، ثم تنتقل إلى المناطق الأخرى. والأمم المتحدة قالت بأن الشاحنات موجودة وبأنها مستعدة، ووضعنا قوات الآن ولأول مرة اتفقنا عليها في جنيف، وطبعا ستقدم لنا دوريا ستحدثنا عن التقدم الذي يحدث في هذه المسألة. وبعد أسبوع طبعا
عدد الوفيات قد زاد كثيرا بسبب الحصار، ويجب أن لا نخفق في تقديم المساعدات، ولهذا ندعو كل الأطراف في سوريا باستثناء التنظيمات الإرهابية داعش والنصرة، نوجه لهم هذه الدعوة لأن يساعدوا في رفع الحصار وتقديم المساعدات. ولهذا فإننا أقمنا أيضا قوة هنا مع السيد لافروف وزير الخارجية الروسي، سنرأس أيضا مع الأعضاء الآخرين وسنعمل على كيفية مواجهة هذه الأزمة. والآن الأغلبية في رأينا نعتقد بأن الضربات الروسية هي ضد المعارضة السورية، وإذا يجب وقلنا بأنه يجب أن تتوقف سوريا أو أن استهدافها يجب أن يتغير. واجتماعنا طبعا وروسيا قالت بأنها ستعمل معنا على تحقيق ذلك، ولكن دعوني أوضح ذلك. السيد وزير الخارجية لافروف قال بأننا يجب أن نعمل معا كمجموعة حتى نحدد من يجب أن يهاجم ومن هو الإرهابي. وأنا أقول الآن بكل وضوح بأنه ليس هناك طريقة لوضع أو لتقديم المساعدات الإنسانية إذا وليس هناك طريقة للتعامل مع ما يحدث ما لم نجلس معا ونعمل معا على كل الجوانب من السياسية والإنسانية والعسكرية، ونحن نعمل ذلك الآن. إذن نحن لا نقارب هذا بإحساس بأنه أمل فارغ ولا يوجد. نحن نتحدث عن أمور يجب أن نعمل فيها معا حتى نكون فعالين، حتى لا ندفع الناس بعيدا عن طاولة المفاوضات. وإذا كان الناس مستعدين للانخراط في مسار السلام، إذا ضربوا وألقيت عليهم البراميل وغيرها، فإنهم لن يشاركوا في المفاوضات. طبعا قرارات مجلس الأمن طلبت بأن كل الأطراف يجب أن توقف أي هجمات ضد المدنيين، وهذا لم يحدث لحد الساعة. والعنف الذي يقوم به النظام لا يزال متزايدا. طبعا البراميل والقنابل العشوائية لا تزال تطلق. إذن نحن نأمل بأن هذا الأسبوع سيكون أسبوع التغيير. البعض يقول بأن سبب عدم وصول المساعدات الإنسانية وبأن هذه هو بأن نظام الأسد وروسيا حلفائه الروس يعتقدون بأنهم بتحدي المجتمع الدولي سيفوزون بهذه الحرب، وهذا طبعا كلام يقال. ولكن لو كانت روسيا تعتقد هذا، فإنني أعتقد بأنهم لم يعتبروا من الدروس السنوات الخمس الماضية. أولئك الذين رفضوا الأسد قد تحملوا 4 سنوات من الضربات الجوية والغاز والهجمات الكيماوية والتعذيب، وربما سيدفعون إلى جانب من الجوانب ولكنهم لن يستسلموا. لا أعتقد بأن أي أحد يظن بأنهم سيستسلمون. والدول التي دعمت الأسد والدول التي عارضت الأسد يقولون بأنهم يريدون أن يواصلوا في هذا، وطبعا هذا ليس حلا. إذن علينا أن نغتنم هذه الفرصة حتى نوقف الحملات والعنف. وأعتقد بأن الناس الذين يقفون ضد الأسد لن يكونوا طبعا، أو نظام الأسد سيجذب الجهاديين أكثر فأكثر للحرب. إذا كان أي طرف الآن فائزا أم لا، فإن هذا النزاع لا يزال يتطلب حلا سياسيا في وقت ما حتى يقع ويحدث السلام. وهذه هي اللحظة، هذه هي النقطة الفارقة. وخلال الأيام والأسابيع المقبلة وربما الأسابيع الأشهر المقبلة، ربما قد تنهي الحرب في سوريا أو ربما ستحدد
ربما خيارات صعبة بالنسبة للمستقبل. الجميع هنا يعلم ما علينا فعله حتى نقوم بشيء صحيح. وقف العنف وإراقة الدماء مهم جدا، ولكن أيضا تقديم المساعدات الإنسانية ضرورية للغاية. وطبعا سنصل إلى إنهاء هذه الحرب، ثم تتفق كل الأطراف على مرحلة انتقال سياسي وطبقا لبيان جنيف 2012. دعوني فقط أختم الآن بالقول بأن خلال عشاء أمس كنت أستمع إلى محادثات وكلام مع عدة زملاء هنا. طبعا من الواضح جدا بالشكوك، بأن الشكوك وحتى الخوف مما يحدث في أوروبا مع اللاجئين وسوريا والإرهاب، طبعا هذا شيء مختلف والجميع يحس بهذا الأمر أو يشعر به، والبعض متشائمون أيضا. أنا أعتقد بأنه لدينا سبب وجيه لنكون متفائلين بالمستقبل، والسبب هو حجم القدرة والكفاءات والصمود العظيم لهذا التحالف بشكل أو بآخر. هذا كله ظهر ليس فقط فيما حققه هذا التحالف بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن خلال كل القرن. هناك عنف أيضا في مناطق أخرى من العالم، ولكن عليكم أن تعرفوا بأن هذا كله قد تغير. القرن العشرون كان محددا بحرب حروب بين الدول، دولة ضد دولة، وكان هناك من الملايين من الناس يقتلون. اليوم عدد أقل في النزاعات يموتون من ذي قبل، ورغم التحديات التي نواجهها بين 1990 و2015 كل ما واجهناه أشياء معتبرة حدثت غيرت حياة ملايين من الناس. مثلا عدد وفيات الأطفال انخفضت بنسبة النصف، وتقدم السن ارتفع كثيرا. هناك الملايين من الأطفال يذهبون في أفغانستان، وطبعا هناك 8 ملايين طفل يذهبون إلى المدرسة، و40% منهم بنات. أكثر من 1 مليار شخص يحصلون على الماء النظيف. كل هذه الأمور قد تغيرت، وطبعا هذا يحدث لأول مرة في التاريخ لأقل من 10%. أنتم تعلمون بأن هناك الإنتاج يزيد والتكنولوجيا تتقدم، وهذه أشياء كثيرة جيدة تحدث في عالمنا، والفجوة تقلصت بين الفئات الفقيرة والمتوسطة في الصين، في الهند. وطبعا أهم فصل لاحظناه فيما كان والحرب التي مات فيها 37 مليون شخص، والتي قتل فيها ألماني من كل 5 ألمان. كل هذا حدث في الحرب العالمية الثانية. الملايين من اللاجئين أيضا كانوا يخرجون من أوروبا، كانوا يذهبون بسبب ما أحدثته الفاشية والنازية هناك في أوروبا، كانوا يغادرون أوروبا. قبل 50 عاما أوروبا كانت تعاني من ظاهرة الجدار الحديدي، كانت هناك طبعا حملات التطهير الطائفي والعرقي هناك. لا يمكن أن نأتي إلى ميونخ فقط من أجل مؤتمر الأمن هذا ولا نعتبر من دروس التاريخ. هذه ما يحدث اليوم لا يسيطر علينا تماما. نحن نعلم ما علينا.